الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما حكم الصدقة بالمال الحرام، إن قلت ما حكم الصدقة بالمال الحرام، الجواب هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فإن كنت تتصدق بالمال الحرام الذي اكتسبته من الربا أو السرقة أو الاختلاس أو الانتهاب أو الغصب، إذا كنت تريد بالصدقة نفع نفسك بهذا المال فاعلم أنها صدقة باطلة ولا نفع فيها، بل ليس فيها إلا العقوبة والويل والعذاب. فكل من تصدق بمال غيره عن نفسه فإن الله عز وجل لا يقبل صدقته إذا كانت من مال حرام. انتهينا من هذا؟ وأما القسم الثاني فهي الصدقة بمال الغير لعدم وجود الغير أصلا، فالمال حل في يدك سرقة وأردت أن تعيده إلى صاحبه فلم تجده وسألت عنه فلم تهتدي إلى طريق إلى مكانه، فصاحب المال غير موجود. والمال إذا تعذرت معرفة صاحبه فينزل صاحبه منزلة المعدوم فتتصدق به عنه فصدقتك مقبولة، مع أنه مال اكتسبته من وجه حرام، أنت سرقته أنت غصبته، ومع ذلك صدقتك مقبولة. لما؟ لأنك بحثت عن صاحبه ولم تجده وأردت بهذه الصدقة نفعه هو لا نفع نفسك. من يستطيع الإعادة؟ إذن نقول من تصدق بمال غيره لعدم وجوده وكان قصده في النفقة أن ينفع هذا الخير فإن صدقته مقبولة.